السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي في الله. كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتأسفوا على هذه الغبرة الطويلة الخارجة، مش من خارجة، ما خارجة من الداخل. المهم كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد باش ما تمنيتوا إن شاء الله وبأطيب الأمان إن شاء الله وبالصحة والسلامة لكل المغاربة وكل المسلمين في بقاع العالم إن شاء الله. بمناسبة هذا العيد الكبير اليوم جيت باش ندير معكم واحد الوصفة اللي هي العنقرة. عندنا العنقرة ديال الخروف كما كتلاحظوا مقطعه مغسوله على هذا الشكل. هذا حنا جدينا قطعناها. غادي نحتاجوا واحد البصيله، غادي نحتاجوا الملح والبزار والكمون والكسكاش. فاش غادي نبخروا بالمناسبه هذه العنقره هذه غادي نديروها في الكوكوت، غنبخروها في الكوكوت ان شاء الله احبائي في الله. ما كتطلبش بزاف المكونات وفيت في. نبداو على بركه الله في طريقه التحضير، خليكم معنا احبائي في الله. اول حاجه الاخوان اخوات كنشدوا اللحم ديالنا العنقره وكنحاولوا نديروا فيها المليحه والكمون. انا كنستعمل غير الملح والكمون احبائي في الله. غادي نحاولوا نديروا فيها المليحه والكمون. الكمون كنديروه بواحد الكونتيتي اللي هي كثيره. نديروه بجوج بجوج. نحاول ندخلو فيها ديك العطريه احبائي في الله. كاين اللي كيدير البزار ويدير القزبر، مي كنكتفي انا بهاد المكونات، جوج مكونات احبائي في الله، حيتاش كتجي بحال الشوا. اخوان من بعد كناخد الكوكوت ديالي كندير فيها واحد المقدار ديال الماء. كنحتاجو بهاد القدر وكندير فيها باش ندير الكسكاس ديالي تقريبا. غادي نزيد فيها واحد شويه الماء. اخوان في الكوكوت كندير واحد شويه الزعتر كنخلطو مع الماء باش ملي كيتبخر كيطلق لنا هذيك البنه ديال الزعتر. كنخلطوش مع اللحم ملي كنديروه مع الماء. من بعد احبائي في الله كنضيفو الكسكاس ديالنا وكنبسطو في الحيمات على هذا الشكل. هذا اخواني اخواتي كما كتلاحظوا معايا على هذا الشكل هذا احبائي في الله. وغنضيف عليها البصله. البصله كتعطي واحد المذاق زوين ملي كتبخر لينا، ملي كتبخر داك الماء هذيك البنه ديال البصله كتطلق في الحيمات وكتعطي واحد المذاق. يا سلام. من بعد اخوان كنضيف عليهم واحد شويه ديال الاعشاب المنسمه وهذا كيبقى اختياري. واحد شوي الى هنا نكونوا انتهينا من طريقه التحضير احبائي في الله على هذا الشكل. هذا كما كتلاحظوا معايا غادي نشدوها ونسدوها ونديروها في الكوكوت كما قلنا وغادي نسدو عليها. من بعد احبائي في الله غنستعملوا لها الصفاره وغادي نشعلوا عليها البوطه وغادي نديروها بوطه في عافيه مهيله وغادي نتركوها واحد المده حتى تنضج لينا وطيب لينا ونرجع معكم باش نشوفوا الشكل النهائي احبائي في الله. ما تزبطيوش خليكم معنا. ونعدنا اليكم من جديد بعد ما كملنا طريقه الطهي ديال العنقره ديالنا ديال اليوم. وكتجي على هذا الشكل كما كتلاحظوا معايا اخوان اخوات، كتجي فتيه ورطبه. رافقناها مع واحد شويه الروز وشويه البطاطا. هادشي اللي كاين احبائي في الله، ما خبينا عليكم والو، ما شهيناكم. ها هي كما كتلاحظوا معايا.
ونضرب لكم موعد في وصفة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم، عيدكم مبارك سعيد.